السلام عليكم وصباح الخير. بقول لكم معلومة حلوة، يمكن قايلها أنا من قبل أو نص الناس تعرفها، بس بقولها للتذكير أو إذا أحد توا ضايفني قاعد يحققون معاي عشان توني قاعد من النوم. تحملوني. الجسم يشتغل يا بنزين يا ديزل. شنو يعني بنزين ديزل؟ سيارة مو في بنزين وديزل؟ صح، اللي تشتغل ديزل خلاص واللي تشتغل بنزين خلاص. إذا شبكتهم اثنيناتهم مع بعض تخترب السيارة، لأن هذه مصممة حق ديزل وهذه مصممة حق بنزين. حلو، ماشيين انتو معاي؟ سهل ليحين، سهل ليحين، ليحين سهل. الديزل بطيء الحرق، يعني مو سريع، بطيء بطيء. هذا ليش الناس تختار مثلا سيارة ديزل أكثر؟ لانه يطول عندها، ما يخلص بسرعه نفس البنزين، بس شنو عيبه؟ بطيء، بس يعطي يعني يعطي وقت اكثر، الكميه ما تخلص بسرعه. حلو، قل لي شنو؟ بطيء الاحتراق، احترق خفيف شوي شوي. واضح للحين؟ البنزين سريع الاحتراق ولكن يعطي قوه اكثر، بس ولكن شنو؟ سريع الاحتراق. والرد ونقول ما يصير نعطي السيارة ديزل وبنزين، نختار لازم واحد فيهم. إنزين، فرضا عطينا حق الجسم بنزين وديزل، شنو يصير؟ الحين أقول لك. الديزل بالنسبة حق الجسم هو الدهون، والبنزين بالنسبة حق الجسم اللي هو السكريات والكربوهيدرات. اختار، يا تمشي جسمك على دهون وبروتين، أو يا تمشي جسمك على كربوهيدرات وبروتين. اختار. اما تسوي دهون وكارب وبروتين، الثلاثي هذا قاعد تخرب سيارتك، قاعد تخرب جسمك. اذا حطيتهم مع بعض الدهون والكربوهيدرات ما يصيرون مع بعض، لان قلنا شنو؟ الجسم يا يشتغل يا ديزل يا بنزين. اذا خليت الديزل والبنزين شنو راح يصير؟ راح يصير خلل بجسمك على طول، هذه الوجبة تتحول دهون. ليش؟ لانه غلط، لان انت حاط نوعين من الوقود، لازم تختار واحد على اساس تشيل الجسم يشوف. انتوا تبي تخربوا الماكينه مالتي، قطوا دهون، قطوا دهون، قطوا حق الكرشه والصدر والخواصر والارداف والسليت والدنيا. زين بضاري، هلا والله عامر بضاري، هل 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 في نظام انه يكون مثلا نعيش على الدهون؟ ايه، اللي هو الكيتو، الكل يعرفه. الكيتو نظامه بروتين ودهون وكربوهيدرات حبة صغيرة. الدهون 75% دهون، خلاص يعني أشكره بعد، خلاص جسمي بيشتغل على الدهون. والكربوهيدرات 5% والبروتين 25% عشان نغطي احتياجات الجسم. هذا النظام الكيتو، الكيتونز، نخلي الجسم يمشي على غود واحد، شنو هو؟ الدهون. إنزين، متى تتعدل؟ يعني متى الجسم خلاص يستوعب اني انا بعيش على الدهون؟ بعد 15 يوم، بعد 20 يوم. اذا تكرر الوجبه هذه لمده 15 يوم، هني الجسم يفهم، يقول الحين وغودي بس دهون. حلو، وما تمتن، والله العظيم ما راح تمتن لو تغرق جسمك دهون، بس مو اي دهون. خلينا ناخذ لمحه بسيطه، نبي نستخدم الدهون يكون هذا وقود جسمنا، ولكن مو اي دهون، مو معناته تروح تدردع لك اي دهن، لا، اختار الدهون الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى منزلها. شنو هي؟ زيت جوز الهند العضوي، عضوي، اي شيء يقول عضوي، الزبدة العضوية، زيت الزيتون، البكر الممتاز العضوي، السمن، هذه دهون طبيعية الجسم يعرفها. ولكن لا تمشي جسمك على دهون معقدة، على دهون مهدرجة الجسم ما يعرفها. يعني لما اقول مهدرجة يعني فيها ذرات هيدروجين، يعني الجسم ما يعرفها. لما تدش الجسم الزيوت المهدرجة، زيت الذرة، زيت النباتي، كله معدل وراثيا، وكله فيها مبيدات حشرية، وكل ملعوب فيها. فلما تدش الجسم يقول الجسم احنا اوكي انا بشتغل على الدهون، بس هذا الدهن ما عارفه شو يسوي فيه، على طول يقطه. ليش؟ لانه ما يعرف يتصرف معاه، يخليه دهون ثلاثية ودهون على الكبد. بس في عيب صغير، بس انا ما اشوفه عيب، يعني اللي يعيش على نظام الكيتو، اول شيء هذا نظام الكيتو يعالج امراض. ليش؟ لانك راح تتخلى عن السكر وراح تتخلى عن الكربوهيدرات، يعالج الامراض وكل امراض الدنيا اللي هم السكر والكربوهيدرات، ترى بس هذول ترى كل امراض الدنيا على فكره. يعني
فأنت شيء طبيعي من توخر عنهم خلاص يرد سيستم جسمك. أنا الخطة اللي سويتها أنا كنت متين، شنو سويت؟ سويت 3 شهور كيتو، ولكن عيب الكيتو ما يعطيك عضل، يعني ما يعطيك كذي الجسم واو، لا يخليك ضعيف وماكو عضل. قعدت 3 أشهر بالنظام الكيتو، بعدها شفت جسمي خلاص كافي، يعني بعدين غيرت وقودي من دهون خليته كرب. عرفتوا الخطة اللي أنا سويتها شلون؟ خلنا ناخذ كم معلومة صغيرة على نظام الكيتو. الحين بعد 15 يوم كل يوم 75% دهون، 25% بروتين، 5% كارب. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، بعد 15 يوم خلاص عطيت رسالة حق المخ، ترى أنا بعيش على الدهون. شو يقوم الجسم؟ خلاص يستهلك الدهون كطاقة وكقوة. لك وجبتين أو 3 باليوم، بين الوجبات جسمك يبي أكل، شو يقوم الجسم؟ لأن عودته شنو؟ يحرق دهون. فالجسم شو يقول؟ ها وين الأكل؟ ماكو أكل؟ إحنا نبي دهون وهذا ما أعطانا الدهون. تدري شلون؟ يبوا الدهون المخزنة. الله هني السالفة. يلا، وكل مرة ياخذ الدهون المخزنة، ياخذها بطاقة لأن إحنا عودنا على الدهون، فياخذ من الخصر، ياخذ من الكرشة، ياخذ من الصدر، ياخذ من الدنيا هذه كلها. هني أنت قاعد تستفيد. أتمنى اختصرت لكم نظام الكيتو بسرعة. أنزين، نفترض ما نبي الكيتو، يعني أنا خلصت الكيتو، الحين برجع للنظام، بغير الوقود مالي، بخليه كربوهيدرات، أخلي كربوهيدرات عالية، وأخلي بروتين قليل، وأخلي الدهون قليل حيل، ومو أي دهون. يعني مثلا مع كل وجبة أدخل زيت السمك، لأن الجسم يحتاج دهون، يحتاج، لأن القلب والمخ كلهم عايشين على الدهون، وقود القلب دهون، الكوليسترول يحتاج دهون، الهرمونات دهون، كله دهون 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 دهون. فأنا أعطيه حق احتياجه حبة صغيرة حق الجسم دهون، عشان الهرمونات، عشان تجديد الخلايا، حق المخ وحق الخلايا. المهم غيرنا النظام من كيتو الدهون، وصلنا وين؟ عند الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات إيه اللي تعطي حجم عضلي أكبر. أوكي، أكيد تسمعون اللي يلعبون حديد وايد اضطرابات تصير معاهم، اللي قاطعين الدهن وجهه يتجعد، هرموناته تخترب، الرقبة تروح منه، القدرة تروح منه، وايد أشياء تروح منه. فيعتقدون الناس، يقولون شوف هذا من الهرمونات، شوف السوت فيه، ونص اللي يلعبون حديد مضبوطين كريايل. لا لا لا، أكثر الاضطرابات اللي تصير معاهم، في نوع يصير معاهم شيء، ليش؟ لأنه يمنعون الدهون. ما يصير تمنع الدهن، مو بكيفك، جسمك يحتاج دهون. شنو قلنا؟ هرموناتك تبي دهون، دخل دهون. هو يخاف يدخل دهن يمتن او يخترب جسمه؟ لا، كأنا ما شاء الله جسم بطاري حلو، قاعد استخدم الدهون مع كل وجبتي، ولكن عرفنا اي دهون توني ذكرتها. عرفت شلون شي يصير معاهم؟ لان يمنعون الدهون مرة واحدة، نقطة دهن ما يدخل. هذا اكبر غلط. ضروري اذا انت تلعب حديد او انت تلعبين حديد وقاطع الدهون ومحافظ على جسمك، ضروري تدخلين دهون. واهمهم هذا كيوتن، هذا الانزيم يجمع الدهون اللي لازم تدخلها، طبعا زيت السمك او تدخل مثلا زيت الزيتون، الدهون المفيده. هذا الانزيم شو يسوي؟ يجمع لك هذه الدهون، يسويها بمركب وايد زين، يفيد القلب، يفيد الكبد، يفيد الجسم كله. ضروري اذا انت تسوي رياضه وقاطع دهون لازم تاخذ هذا، مو لازم، اسف على الكلمه، قصبا عليك. هذا ضروري، ضروري جدا، مو هذا بالضبط اللي تاخذونه، بس المهم اسمه كيوتين. خلاص اوكي، حبه مع الغداء، حبه مع العشاء، اختار. ضروري جدا، ضروري ضروري ضروري، ولا تصير لك اضطرابات لما تنام تسمع دقات قلبك دق 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 بدونك، يعني معناته القلب كهربته مو مضبوطه. ضروري كيوتين. زين بضاري، هل في وجبات احنا فيها نوعين من الوقود، فيها دهون مهدرجه ودهون صحية وكربوهيدرات وسكريات؟ فيه؟ ألو، السلام عليكم، عطني وجبة هذا، عطني هذه، شنو الوجبة هذه؟ فيها 2 وقود، عطني 1 كرواسو. كرواسو شنو؟ كرب ودهون وسكريات، يعني على طول كروشة كروشة كروشة. انت اختار، انت شوف الوجبة بعينك، او اقرأ، او اي شيء تشتريه مكتوب في دهون، في كربوهيدرات، في وفي وفي وفي، يعني حط ببالك على طول كرشة، على طول دهون، على طول. أوكي،
انت شوف نفسك باكلك، هل الوجبه هذه دهون ما يلع الدهون ولا ما يلع الكربوهيدرات، انت اختار. هذه رساله مني حق اي شخص متين مو راضي يطيح وزنه، ابيك تسوي الكيتو 3 اشهر، لا يقل عن 3 اشهر. الكيتو ما يوع، بالعكس كله يشبعك، في زبده في قهوه في كل شيء، ولكن توخر عن السكر والكربوهيدرات. الكربوهيدرات راح تاخذها من الخضروات. بعد ما توصل حق الوزن اللي انت تبي، طبعا انت بهالوقت هذا تروح تدش نادي وتمشي كل يوم ساعه، بعد ما وها وراح تطيح كل اسبوع وراح تطيح، شفت الوزن اللي مناسب لك، هني غير النظام اللي انا ذكرته، وقف الدهون خليك حبه صغيره ودش على الكربوهيدرات النظيفه، مو الكربوهيدرات المعقده، يعني مثلا العيش الابيض، البطاطا الحلوه، البطاطا السمراء، في سمراء ما بطاطا ايش اسمها هذه العاديه، المهم مو اندومي ومعكرونيا، اوكي راح يصير جسمك حلو نفس بضاري. وصلنا للنهايه واستفدنا اليوم بالفيديو هذا من بضاري، ان الجسم شنو يحتاج وشنو وقوده وشلون نمشي بحياتنا بشكل عام، شلون ننزل وزننا وشلون نصعد الوزن، كل شيء شرحته بهذا الفيديو. ابيك تمنشن هذا الفيديو حق شخص مو عارف يدش كيتو، مو عارف ينزل وزنه، مو عارف يزيد بالوزن، ومو عارف شنو الدهون اللي يستخدمها، ومو عارف شنو الكربوهيدرات اللي يستخدمها. اوكي تبي حلو عسل، عندك مرة باليوم الصبح قفشة شاي، خلاص خلصت، مو علب عسل من النحل والله سبحانه وتعالى، اوكي ونعم بالله، بس ما يصير انت حاطه بخبزه هالكبرها، يعني اخذ العسل كعلاج مو تاخذه ان انت تحلي حلجك. اوكي واشوفكم على خير، وخلكم مع بضاري.